مش بس كلام. شيخنا الكريم عن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه، يقول له يا ربي اشفيني يا ربي عافيني. ويعني المسلم الحقيقي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم شيخ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وراه الإنسان مسؤول على كل قول يقوله وعلى كل فعل يفعله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. هنا نتوقف عن هذه على هذه النقطة عن المال. شيخنا الكريم، يعني الحرابة الآن كلمة لهؤلاء مشكلة. الذين يسرقون، الذين يقومون بالحرابة، الله يصلح سرقة حال. سرقة السيارات شيخنا الكريم أيضا، الله يصلح حال. الذين يتقادون الرشوة شيخنا الكريم، والذين أيضا يستغلون أيضا ما يسمى بالاعتمادات، ويقومون بجلب بدلا عن الأغذية وغيرها ما يسمى يعني القزة هيك نقولها بالعامية، وأيضا ثم حتى من التبن جابوه، يعني حتى من التبن جابوه. يعني بس هم يتلاعبوا على من التبن جابوه في حاويات. ما شيخنا الكريم، ماذا تقول لهؤلاء الذين يتلاعبون بقوت الشعب الطاهر الطيب، بقوت الفقير والمسكين والمريض والمحتاج والأرملة؟ شيخنا الكريم، كلمة لهؤلاء عبد الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله فيما حملتم من أجله، اتقوا الله فيما أمرتم من أجله، فيما فعل طبعا فيما أمركم الله به. يعني اتقوا الله في أموال هؤلاء البشر الليبيين، أراكم أنتم مسؤولين أمام الله. راه كل درهم ودينار مسؤول عنه أيها العبد المسلم، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاتق الله أيها المسلم، إذا كنت مسؤول اتق الله. راه حافظ على هذا المال، لأن المال هذا وديعة عندك، لأن هذا المال وديعة عندك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فاتق الله أيها المسلم الذي إذا اؤتمنتم. لابد الإنسان، يعني لابد ما نهى الإنسان لا يكون طبعا خائنا. نعم. لأن علامة طبعا المنافق آية طبعا ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. نعم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية إذا خاصم فجر أيضا، وإذا خاصم فجر. نعم نعم شيخنا الكريم، مصداقية كاملة في هذه الحلقة، مصداقية كاملة. نخاطب الصغير والكبير، نخاطب الظالم والمظلوم، نخاطب كل ليبي محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نكون حقيقة في النساء، اتق الله في الأطفال، اتق الله في الشيخ الكبار. نعم شيخنا الكريم، ماذا عن قطاع التيار الكهربائي ومشاكل التيار؟ حقيقة وجدت الفترة الماضية يعني مناطق في طرابلس هنا في على الطريق السريع على سبيل المثال، إضاءة حقيقة يعني شعلت في عز النهار. في عز النهار شيخنا الكريم، لما تكلمت مع احد المسؤولين قال لي والله ما عندناش تكوات باش نطفي الضي في النهار. شيخنا الكريم، النافطه الان تصل الى دينار ودينار وكسور. يعني ايها التاجر، يستغلون ايها التاجر، ايها التاجر، ايها التاجر، ايها التاجر، اتق الله، اتق الله. والله في اضاءات زائده في المحل بتاعه، يعني تلقاهم بالعشرات طبعا الإضاءات في المحلات، ولا يطفئونها في النهار، ولا يطفئونها في النهار. النهار ما فيش طبعا إضاءة يفترض، لكن احنا نلقوا الإضاءة حتى في النهار، والشمس زارقة تلقاها الإضاءة موجودة. اتق الله، هذه الإضاءة هذه راه ما تقول شيخنا الكريم لهؤلاء الذين يستغلون قوت الشعب الليبي. شيخنا الكريم، حكة الزيت عند التاجر الآن بعشرة دينار تسعة دينار. شيخنا الكريم، ماذا تقول لهؤلاء الذين يأكلون يعني أموال الناس بالباطل، الذين يستغلون قوت الشعب الليبي؟ الخبزة شيخنا الكريم تصل إلى ثلاث أفراد بدينار، ماذا تقول لهؤلاء؟ وماذا عن الكفن اللي هو بدون جيوب؟ زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون، المحتكر ملعون، فمن احتكر طعاما فهو ملعون.
لا تحتكر هذا الطعام، لأن هذا الطعام ليس ملكك ولكن ملك الآخرين، لا تحتكره وتبقيه عندك ثم عندما تسمع بزيادته تخرجه بأسعار مضاعفة، أسعار مضاعفة. اتق الله في هؤلاء الناس، راه النساء الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع مسؤولون، طبعا أنت مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاث. شيخنا الكريم، نستغل وجودك معنا هنا. نعم. وماذا عن دعوة المظلوم شيخنا الكريم؟ لأن هناك من يرفع يديه صح. إلى المولى عز وجل من أرامل، من فقراء ومساكين، ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء المظلوم مستجاب ولو من كافر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. شفافية كاملة شيخنا الكريم في هذه الحلقة، نتكلم عن المسؤول الظالم سواء في الشرق أو في الغرب الليبي، نتكلم عن كل مسؤول ظالم في الجنوب ولا في الوسط الليبي، أتكلم بالعموم. مش بس كلام.